يشارك كل من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي افتتح بالقاهرة اليوم تحت شعار رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية، والذي ينظمه البرلمان العربي بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي. من جهته أكد سعادة السيد عادل العسومي عضو مجلس النواب أهمية انعقاد المؤتمر في ظل وجود تحديات أمنية واقتصادية كبيرة تواجه المنطقة. طبعا المؤتمر جدا مهم بالذات في هذه الظروف المصرية اللي تمر فيها الأمة العربية. الكل يعرف أن هناك أمور اقتصادية وأمور عسكرية وأمور أمنية، فطبعا المؤتمر يحمل أهمية كبرى، ونتمنى أن احنا نساهم في أن احنا نحدث تغيير أو نحدث تطور جذري في العمل العربي على أساس أن احنا نواجه هذه التحديات الكبرى التي تحتاج إلى عمل عربي صادق وقوي لمواجهة هذه الأخطار التي تواجه الأمة العربية. احنا في البرلمان العربي نسعى أن يكون عامل مؤثر لتغريب العمل العربي وأن يكون عمل مؤثر وعمل يصب في مصلحة الأمة العربية، ولكي نجتاز هذه المرحلة الصعبة التي تحتاج إلى عمل كبير وعمل مضني، المخاطر كبيرة ومتنوعة. لذلك احنا نسعى بأن يكون التنسيق العربي سريع ومؤثر على مستوى الدول العربية القريبة من بعضها ومستوى جميع الدول العربية أو الدول العربية اللي تواجه الآن مشاكل كبرى، سواء من داخل اليمن أو سوريا أو كل الدول العربية اللي الآن تحتاج إلى وقفة عربية. وطبعا احنا في الأخص نستمد هذا الأمر من الدعم السعودي الكبير في هذا الجانب.